مين اللي كان على الباب يا ليلي؟ درع اليوتيوب وصل يا مامي، انا اللي هعلقه في اوضتي. انا اكتر واحده بتظهر في الفيديوهات، انا اللي هعلقه في اوضتي. لا انا بظهر اكتر منك، انا اللي هعلقه في اوضتي. بس انت وهي هاتوا الدرع ده وتعالوا، عايزه اتكلم معاكم. هنحط الدرع ده هنا بس دلوقتي، واقعدوا يلا عشان عايزه اتكلم معاكم. دلوقتي احنا القناة بتاعتنا اسمها ايه؟ شيمو فاميلي. اهو فاميلي يعني عيلة، يعني الدرع ده بتاعنا كلنا. بس انا اكتر واحد بيتعب في الفيديوهات يا مامي. لا انا بتعب اكتر منك. يا حبايبي افرحوا واتبسطوا، كلنا بنتعب في الفيديوهات والدرع ده جالنا كلنا. يعني احنا هنعلقه فين دلوقتي؟ فوت؟ لا يا حبايبي هنعلقه هنا في الريسبشن عشان محدش يزعل. تمام؟ تمام يا مام. الدرع راح فين؟ يلا دوروا معايا. فريدة طلعت هي اللي كانت مخبية الدرع يا جماعة. يلا لو عايزين تشوفوا فيديو الاحتفال واحنا بنفتح الدرع، يلا تعالوا على القناة بتاعتنا.